ماما افتحي لي يا ماما. بخلص تماريني. تمارين ايه يا ماما اللي تخلصيني؟ افتحي يا ماما التاكسي واقف بره هنتاخر. مش مصدقاكي، خدتي عمري كله في الاخر برضه ما عنديش خمس دقايق لنفسي يا ساتر. السابعه. الله ماما، تمارين الرياضيه اللي انت بتعمليها دي بتراجع السكر. اللي عنده سكر لازم يلعب رياضه، ده الدكتور ده ما بيفهمش. بس انت شايفه ماما سجلت كتير قوي من امبارح. من امبارح امبارح كانوا بيعرضوا فيلم يا نصيبتي، قلب عليا المواجع قوي. لا ماما لازم تاخد بالك من صحتك، من جوعك كده. ماما انت عايزه اللابتوب ولا حاجه؟ ايوه طبعا. اصل ما بشوفكيش فاتحاه يعني. لا يا اختي، طول الوقت فاتحاه، انا ورايا غيره. يلا يلا يا ماما، يلا يا ماما. اظن جوزك لو ابوظه عشان جايه معايا. اسكتي والنبي يا ماما، ده صعبان عليا من يوم ما صفوا الشركه يعني، وهو مش طايق نفسه. نص الموظفين مشي، هو بس اللي قاعد حاطط ايده على خده. بقول لك صحيح، انت جبت الورق ولا نسيتي حاجه؟ لا 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 لا، ما نسيتش. كويس، على الموظفين هناك بيتلككوا. انا ونصيبي حتى لو ما صرفوش المعاش يصرفوا لي صندوق الزماله. قال الله بس يصرفوه. اطبع لي الطبعه العاشره. التاسعه خلصت بالصلاه على النبي. عايز تغير لي صوره الغلاف، ها؟ حط لي الصوره الجديده دي ومجرفاتها جديده. بروزها وكبرها كده. صباح الخير يا استاذ عفيف. مش قصر، المرتجع قد ايه؟ 75 يا ريس. يبقى ما بتشتغلش. مفحوط والمصحف مفحوط، بس المخبرين بيضايقوا السريحه، ما انت عارف. انت مش بتعرفش في كل طلعه. غنوها بقت 5 جنيه، يا كده يرموك بره القطر. خلاص علي انت كمان، خلي الكتاب بجنيه وربع. جنيه وربع ايه يا ريس؟ جنيه وربع الكتاب ده؟ ايه؟ ماله الكتاب؟ ده الزبون بتاعنا ضايع. ايه يالا مالك يالا؟ هو كده كويس. كده انا هاخد 200 كتاب بس. وعليك 400 جنيه. حاضر يا ريس. دول 300. ناقص 100. مزنوق شويه. ما انتش قد الجواز ما تتجوز. كيف الطيني يجيب له معلقه. بقول لك ايه؟ امسك. اكتب اسمه واسم الكتاب على الحيطه. دعايه يعني. يلا اتكل على الله من وشي. وانت كنت عايش فين يا داهيه؟ بداهية السويت. وايه اللي رماك الرمية السودة دي؟ نصيبي بقى. ثانية، رايحين على فين؟ هنركب الأتوبيس يا ابني. طب ما نركب تاكسي أحسن. فيها 20 جنيه. ماشي. ده غير أجرة السواق. هو الموضوع ده مش ماشي في السويد ولا إيه؟ لا طبعًا، ماشي في السويد، ده السويد أصلًا كلها ماشية بالرشوة. استغفر الله العظيم. اهو ده اللي جايبهم ورا. جايبنا احنا لقدام. والله العظيم ربنا ما مبارك في بلد قد البلد دي. طب لو سمحت ممكن منديل بعد اذنك؟ انت لازم تنف في منديل يعني، ما تبقاش نف كده وخلاص. انا مش عايز انف، انا عايز اداري الكلبشات دي لو سمحت. تداري الكلبشات؟ عاوز اداري الكلبشات. خد خش. فين يا باشا؟ حدت مصر يا اسطى. قفش في ايدك حصون. وانت مالك يا اسطى؟ ما تخليك في حالك وتبص قدامك. اوكي. اوكي خلاص، كلكم بقيتوا جايين متسويين. تاكسي. فين حدتك مصر يا اسطى؟ تعال تعال اركب. اركب. خد قدامك يا حصون. مؤاخذة حصون، مؤاخذة. مؤاخذة يا اسطى، احنا نسينا ال في هناك. تعال تعال. شكرية. نسينا الوقت هناك. شكرا. ايه بس احنا ركبنا وخلاص. ركبنا ايه؟ الراجل اللي ورا ده مسجون، حاطط في يده البتاعة دي الكلبشات دي. خلاص ما تزوكش حنشات. رمسيس انا يا عم. طار يا جدار. رمسيس مش قد المجاعة. حاضر هركب. بسرعة يا باشا انجز. حجم حركة عالي. مين اللي بيطلع؟ ده الدكتور وائل. الدكتور وائل. مش دي اللي انت كنت بايتها واقف في المستشفى؟ اسمها بيتة في المستشفى عشان النبطشية، مش بيتة معاها. مرجتش. يا ناس مجنون! يا الستان! يا الستان! اوعى قلع! يا الستان! يا ممالك! نخلص احمد، يا عاوز منك ايه؟ ما تشغلش بالك انت؟ تشغلش بالي ازاي يعني؟ مش كنت معاها في المستشفى واقف ممتوع بره؟ بس ما تقولش ممتوع، محدش قال لك تخشش. نخش كيف يعني؟ عايزاهم يقولوا جوز الدكتوره ابو يد مشقق او قميص مشقق جه اهو. وطي حسك يا عبد العزيز، احنا في الشارع.
شرعي ما تخافيش، ما حدش من زملاتك اهلها هيشوفك يا دكتور، ما تخافيش. يا حبيبي قطر السعيد من هنا يا اخويا. ايوه من هنا يا ست، من هنا. يلا بينا متاخرين. يلا يا دنيل عليا يا عبدو، كنت واقف جنبي دلوقتي يا ابني. يا عبدو ليه يا ابني؟ انت عارف ان انا لوحدي يا حبيبي. انت رحت فين؟ والنبي يا اخويا قطر بني السويف منين؟ يمين كده يمين. جراد يا ابني المشلول، وكل المستهبله انت بقالك كام يوم وعامل فيها عبيط. فين ياد السرميه بتاعت كل يوم؟ ولا حبسك؟ عيب يا باشا. صباح الفل. يخرب بيت امك، الدنيا كلها شافتنا والباشا واقف ورايا. طب انا هطلع القطر ازاي؟ صرف نفسك يا حيله امك، يلا ادي اتكل على الله. حبيبي يا باشا. الو مين؟ هو انت كمان مش مسجل اسمي؟ يا وكساتي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا اخويا، مالك مدهول كده ليه؟ مخبر ايه وكلام فاضي ايه؟ عزبة كتير اخرى، انت متولة. ايه ده عايز بكلمك يا لهوي؟ طب خلاص حلف عليا يا خرابي يا خرابي. اه يا لهوي انا حاسه اتبهدلت قوي يا عز. بقولك ايه، انت رميني كده ليه يا اخويا في البهدله؟ اطيع دي طه دي شغلانه. اه يا اخويا والنبي انا مش طالبه حاجه كبيره قوي، ده هي حته اوضه نوم. اه يا اخويا اتكلم امي. طب كلم امي. خد يا امي. يا بنت بعيده عن التليفون يا بنت، لا يتبل يا بنت. انا مش هكلم حد، انا مررت اتفاجعت. ده من يوم ما دخل البيت علينا وجدمه سودا جدمه نحس. هتفضحينا مع الراجل. ايه يا عز، هكلمك بعدين سلام دلوقتي. ايه يا اما مش كده، ده السعد اللي احنا فيه ده. شوف البنت حركاتها، انت عاوزاها ولا مش عايزاها يا بنت؟ انتوا جاي. انا عارفه بقى يما، انا خايفه يمشي ولا نفسي قاعده في قرابيزي. يبقى خلاص، يبقى حطه في بق الطين واسكتي يما. اصبر لغايه ما اجيب لك قطن نار. ما لو كنا طلبنا منه شبكه ومهر كان عمل ايه؟ هو كله طين على دماغنا وما فيش الا انا اللي شايله الطنط كله ده. يما عايزاه ايه؟ خضتين. شنطه العده فين؟ مش عرفني ما تدور عليها، ده مستور زي ابوه. انا تعبت يا رب. جاي يا زف. يا رب ما حدش تعب ولا شاف. هي شنطة العدة هنا. مكلفة معايا من امبارح يا مسطول. اه العيال فين؟ قابلهم عند الكيلو 65 ونقابلهم عند السنفورة الرابعة. لو هيتأخروا علينا. ما يقولش. ايه يا عم صبري؟ مش ناوي تظبط المرش ولا ايه؟ العدة يا اخويا عليها تحت الكوبري، ظبطها لك. انت عملتهم يا نجم. الله يخرب بيت امك، قروا بقى جبتونا ورا. قعدت عليك امتى يا نجم؟ قعدت عليا بعد بعد العصر. اه بيصلي يعني. ما نسمعه فين الاغنيه يا ملاك؟ ده جاي يتفق على الفرح ويمشي على طول. هو بس احنا يا دوبك نخطفه خمس دقائق نسمعه فيهم الاغنيه، وانا متاكد ان هو مجرد ما يسمعها هيصدق ابوه الامين. وحياه ابوك انت مالي ايدك منه ولا زي كل مره يا ملاك؟ لا مالي ايدي منه، ما هو ده يبقى مدير اعمال المطرب الشعبي اللي حكيت لك عنه. احنا هنسمعه الاغنيه، قال حلوه هيشتري، قال وحشه بتترمي زي اللي اترموا قبل كده بقى. بس خد بالك هو بيقفش. يا عم يقفش يقفش، بس يشتري الاغنيه. استنى واحدة بهات بس هجيب سجارة على ما تخلصوا الغنوة الجميلة. ايه يا حاجة؟ انت بتقفلي ولا تفتحي؟ وانت مالك انت عاوز ايه؟ والنبي يا حاجة علبة كليوباترا. حاضر. اتفضل. شكرا يا حاجة. يلا يا حمزة. يلا يا دنايا قوم غير هدومك كده عشان نروح نقابل خالك. يمكن يا دنايا حد عامل لك عمل ولا حاجة ينزح من عليك. ده خالك ده جامد قوي في مصر. سوا يا حبيبي اللي رمينا من دماغه. ها؟ ربنا يسامحه. انا ماليش غيرك يا حمد، ما تقطعش يا اخويا قلب امك عليك. انا كويس اهو يا ام. كويس ايه؟ نفسي تبقى كويس. قوم يا دنايا، قوم يا حبيب امك كده عشان تغير هدومك كده وتبقى حلو عشان نروح نقابل خالك عشان يعرف ان انا عرفت اربي ابني من غير ما نديله ايدي. خلاص يا اما بقى. ايه يا واد فيك ايه؟ حصل لك ايه؟ عايز تتجوز؟ انا اتجوز؟ ياه وما تتجوزش ليه؟ طب شاور على اياتها بنت كده وانا اجيبها لك لحد عندي. اسم الله عليك يا قلبي، اجوزك احسن واحده في البلد. ما بقاش عايده بنت مجاهد لو ما جوزتها لك. احنا يا اخويا معانا فلوس كتير، المحل وبيكسب حلو قوي، ابوك الله يرحمه ويحسن اليه ساب لنا قرشين كويسين. وبعدين يا ضنايا يعني وانت اول واحد تسال في الثانويه العامه قطوع التعليم واللي بيتعلموه. أنا اللي وديتك بإيديا،
احنا قضنايا ملناش في العلام، احنا ناس أرزقية على قد حالنا. وبعدين دي تالت ولا رابع مرة تمتحن فيها وتسقط. يا ابني ابوس ايدك يا ضنايا، انساها بقى وريح قلب امك. بيحبك الواد حمدي يا بنت. هيموت قضيها نظراتي رايحه وجايه، لا معنيتها ولا. وانت يا اختي ما ينفعش معاكي غير اللي بيعفص. يعفص مني خلاص يا بنت. معين يلا بقى نتاخر على المدرسه عشان تعالى. الو؟ ايوه يا بنت، امك فين؟ امي راحت الدورة، اصل ام سعيد الزمرة مات. طب اسمعي، عايزك تحضري لي ملابس داخليه وقميص وبنطلون. ايوه قميص وبنطلون بتوع الشغل، وتستنيني بيهم على المحطه الساعه 8:30، فاهمه؟ حاضر يابا. عيني عيني. مش لا لا مش هتاخر اتاخر، لا 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 انا جايه على طول. سلام يابا. مالك يا بنت؟ افراج، مفيش مدرسه النهارده. يا اختي انا مش عارفه مدرسه ايه اللي انت شطنالي فيها دي، ما تعملي زيي وتقعدي في البيت. اتنيلي، دي المدرسه هي اللي مروجاني، وكمان بتخليني اشوف المناي. يسالوني بقى انت رايحه فين؟ رايحه المدرسه. جايه منين؟ جايه من المدرسه. الو؟ ايه فريد؟ اه فريد، اسمه فلفل يا اختي. انت دي منال الظريفه. دي فين؟ تحت المحطه؟ رايحه تعملي ايه؟ طب خلاص انا في لي حوار كده ساعايا واجيلك. يلا غوري غوري. اه مالك يا اه؟ ايه ايه؟ اتضايق البنت بتلغيني عادي كده. اطمنت يا حمار، ما دام اطمنت تبقى هتقلع. بس لو قلعت لي تقلع الغير يا غالي. ممكن برضه، جون 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 بقى حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. انت وش امك عامل كده ليه؟ مشاكل شويه. مشاكل مشاكل ايه؟ مع خلاط؟ لا بحب العب مع الاسد. انت مين يا شبح؟ عرف يعني ايه؟ تبع هيمه، جاي تبع هيمه. طب ومالك مخطوط كده ليه؟ لا حلو اصلا. يعني صوتك مش سامع. حلو يا اسطى والله. اي خد يالا، تحدف وتجري يا ابن العبيطه. ما تحاسب يا اخويا انت وهو. ايه عميته؟ ايه الغلط ده يا مرق؟ خلاص خلاص يا ست، لا مؤاخذه. لا مؤاخذتك معاك يا ضنايا. انا لو ضناكي ما كانش زماني اتخطبت. والله بص يا اخويا بص، وجع في معاميع قطري لطك انت وامك. بتحط ايه في الحله يا وليه؟ يعني بحط الجوز واللوز، بحط جوز الطيب يا اخويا. حرام عليك يا شيخه، هرمتيني جوز الطيب. هو يعني بيحوق فيك حاجه؟ بلا خيبه، مش ياخد الريح من البلاط. خليني امشي على القضبان زي الصاروخ، واخر النهار برجع اتخمد زي الفرخه الدايخه. عقبال ما تترمي جنبي وتدوخ. يا وليه تهدي شويه، انت ايه ما بتشبعيش؟ حوش حوش حوش. طب اديني يا اخويا حطيت حبتين، لما اشوف سبع البرومب هيعمل ايه؟ يا وليه يا وليه حرام عليكي، تعبان عندي شغل. مش كنت قعدت كلتلك لقمه تصلب بيها طولك بدل ما انت ماشي ظهرك مدلدل؟ بقول لك ايه؟ مش طافح، انا عايزه مدلدل. ماشي يا اخويا، لف لف، خلي لف ينفعك. تقولش هيدوك العلاوه؟ بلا هم. عامل لي فيها حمي حمى السكه الحديد. على مهلك يا اخويا. واخيرا مسعود. خير يا بعد ناسي. على فين بدر النهارده؟ رايحين المحطه. الواد عزة ابني اسمه جاي من ليبيا النهارده. بارك الله يا بهدسي، ربنا عوض صبرك خير. ايوه الحمد لله. ما تيجوا تشربوا شويه شاي. متشكرين يا عم مسعود، ابقى سلم لنا على صفيه. الله يسلمك. انت مسحوق بلسانك ليه؟ ما بتبقاش في بقك طوله. بيقولوا ليه ان عزة جاي من ليبيا؟ هو اللي هيجيب الواد عزة، هنفرجه كله ولا ايه؟ لا مش هنفرجه، بس بينه كده يعني هيحسد. يحسد يا راجل. طيب ما قلناش حاجه، بس خلفته كلها بنات، والجواز صفيه مخصوص عشان تجيب له العيل، وطلعت في الاخر ما بتخلفش. طب انت تقول له الواد رجع من اخويا من السفر. ربنا يستر. صدق ان انت عندك حق برضه. يا ام عادل انا رايح اهو. اجيب الميكروباص. ايوه. لا ما تخافيش يا سبحان الله. وما شفت ايه حال؟ والله العظيم محامي. ما تخافيش يا ام عادل. ام عادل وعارف رقبتي، ما تخافيش.
حاضر يا حاج، اول ما هقفل معاك في وشك كده على طول هحدد. خلاص يا حاج، سلام عليكم. اطلع يا اسطى ورانا مصالح. في نفرين في العربيه، ادفعهم يا سيدي. ماشي، انا هدفع واحد وانت تدفع واحد. خلاص ماشي. انا عادي بقول لك ايه، انا المحامي. متاكد انت؟ هو ايمت. No, I'm doing perfectly fine. I'm in cuffs and feeling great. لا طبعا. ده طالع حين اخويا والنبي. يا حاجة ما لا تضيع وادور عليها، يلا بسرعة. يلا يا حاجة بسرعة. ايدك يا حاجة. وقف كده ليه؟ ما ترك. مش عاوز اركب القطرة صلاة. عاوز اركب القطرة كيف ما اروح فيه؟ خايف. خايف؟ اركب يا عم، سيبها على الله، هيحصل أكتر من الحفظ. اركب. كلك تمام يا ريس. مالك يالا مخسك كده ليه؟ ما نمتش بقالي يومين، للشغل ده للشغل ده، مش عارف اجيب طلبات البيت والعيال منين. شايان والله يا عم ابراهيم. يا ابني ما تشيلنيش ذنبك، خش جوه القطر شوف لك اي كنبه رايح عليها شويه. روح طول عمرك ساعد واجب يا عم ابراهيم. هم يا بنت يا سعديه، يا بنت هم يا بنت الكلب الجبرائيل بوس. هم يا سعديه، يا بنت هم يا بنت الكلب الجبرائيل بوس. ناس غلابة والله، يستاهلوا. يستاهلوا؟ اقعد بقى صعبان لي بقى ومصمص لي في شفايفك، وتقعد تقول لي بره في القطر بيقوا في طوابير وبيوزعوا عليهم ملبس في القطر. ما كل واحد راح عاش لي بره يومين يجي يتنك علينا هنا. لا هما في السويد ما بيعملوش حاجة ان هما يكعبلوا. يا عم امريكا دي متخلفة. على فكرة السويد دي مش ولاية من ولايات امريكا. ايه؟ امريكا بلد والسويد بلد تانية خالص. امريكا دي كبيره يا عم. يا عم انت مش عارف حاجه يا عم. ولا عايش ايه؟ يلا واحده فضت فوق. علي بقى، علي صعب نفسك حتش عايز صغير. ودي علي، ودي علي، علي بتشرب سجاير يالا؟ مش هيعمل فلوس ومش سلام من على البيت. كيف ما بقولك انتك القرف. انا غلطان اني فكرتك بقيت راجل. كده كده هتروح لستك النهارده يا علي، وفوت بقى يا ام. يو على دماغي نسيت دواء السكر. خلاص اول ما نوصل ان شاء الله نشتري علبه جديده. ولا ما نشتريش؟ انا خلاص جسمي نحس من كتر الدواء. ما سبت العيال فين؟ عند امان يا ماما. يا ساتر، ما لقيتيش الا البت دي؟ ما كانش قدامي غيرها. وبعدين يعني كنت سيبك تيجي المشوار ده لوحدك؟ طول عمري لوحدي من ساعة ابوكي ما مات. هو مش عندهم دروس يا بنت؟ ما جاتش من يوم. بعدين هم اصلا مش نافعين في المدارس، ده ماشيين بالدروس بالعافيه. انا اصلا عايزه انقلهم. وماله؟ انقليهم. واعمل ايه بقى في مصاريف النقل؟ ده هتكلف لها يجي 10,000 جنيه. انا لو معايا والله يا حبيبتي كنت ساعدتك ولا اتاخرت عليكي. ده انا ساعات ما بيبقاش معايا حتى اجيب علبه سجاير. اه والله بشتري سجاير فرد. لا ماما بطليها، بطليها ماما عشان صحتك انت كبرتي. ولو مش هبطلها اهو، بطلع غلب فيها من الوحده والله، السجاير والنت. اسكتي يا بنت اسكتي، ما قلتلكيش مش راجل من بتوع النت دول عرض عليا الجواز. اه والله بس انا قلت لا لا طبعا. وانا معقوله معقوله هتجوز تاني بعد ابوكي اللي ايخت؟ انا قلت له لا طبعا لا. انت صحيتي؟ مساء الحب، 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 مساء الحب. عبدو مساء الحب، رسائل حب. ده العادي يا اخويا والنبي. ايوه يا حاج. بس رجلي وجعاني يا اخويا شويه. طب تعالي استريحي، امريني يا حاج. اصل الواد عبدو ابني مش عارفه طلع القطر ولا لسه. هو كبير ولا عيل يا حاج؟ لا يا اخويا ده كبير. اعمل معروف، الهي ربنا يسعدك تبص لي عليه شوفه ركب ولا لا. معهوش موبايل ارن لك عليه؟ لا ده على باب الله. شكله ايه؟ لابس ايه؟ بسم الله طويل واسمر ولابس فلينه بني. ماشي يا حاج ابص لك عليه. تلاقيه بيدور عليك. جبنا طعميه بدل اللي هيفطر. بس هي الحب. ايوه جبنا طعميه بدل اللي هياكل. بس هي سندوتش. ايوه جبنا طعميه بدل اللي هيفطر. بس هي سندوتش. تضحك على ايه؟ بص مكتوب ايه؟ دي جوابات حب. ايه ما انا عارف. وعارف منين؟ عشان ما بعرفش اقرا يعني. واحد صاحبي قراها. وعجبك؟ يقول فيه كلام حب بس السم بتاع الغلابه مش بتاع الدكاتره.
بس يا ولية احنا في القطر، احنا في القطر. مالك يا عبد عزيز؟ سيب نفسك يدك، انا مرتك بردك. طب بتحبني يا عبد العزيز ولا لا؟ طب ليه بس ما عاوزنيش اسافر المنحه؟ ليه ما عاوزتش تشوف مرتك دكتوره كبيره قوي؟ قفل على الموضوع ده يا سنه، قفل عليها، انا تعبان. واه دي حاجات في دماغك انت بس، انت جوزي وبد عمي وبحبك كمان. طب ده انا ما انساش وقفتك معايا ابدا. فاكر لما اتجوزنا كنت انا في ثانيه ثانوي وانت اللي صممت اكمل الثانويه العامه واخش الجامعه كمان؟ يا ريتني ما وافقت على انك تخش الجامعه، يا ريتني ما وافقت. ده انت كبرت في نظري قوي يا ود عمي. انت نزلت من نظر نفسك. بعد خمس قراريط عشان اجيب لك عياده في البلد واشتغل انا فيها فراش. ما عشت ولا كنت، ده انت عندي بالدنيا وما فيها. والدنيا وما فيها دي ما تبقاش فيها حته عين، بدل ما يقولوا لي يا ابو عزيز يقولوا لي يا ابو فلان ولا ابو علان. عليه طلاق بالثلاثه، لو جبت عيل لازميه زف عشان يندهولك يا دكتوره ام زف. ارتحتي؟ ايه رايح فين بس؟ رايح الولد تلويت تلويت زي ما بيقولوها الدكاتره يا دكتوره يا ام زف. اسره الوطن. ايوه صديق عبد الله بتاع مسرح الجامعه. ازيك؟ وحشني يا ولد. وحشني يا رفيق. اخبارك ايه؟ انا تمام، انا كويس. انت فين دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ الحمد لله اتجوزت ومعايا ادم واشتغل في الديكور وهي ماشيه. وانت اخبارك ايه؟ يعني بطشت شويه، ربك كريم. الحمد لله تمام. اشتغل ايه يعني؟ اشتغل هنا. اشتغل ببيع كتب على ما الاقي شغل. بقى بعد ما كنت بتشيل كتب كارل ماركس تبيع كلام الفارس ده؟ لا وحياه ابوك انا مش ناقص. وحشني يا صديق. الاقيك انا هوصل لك. مساء الحب، مساء الحب، مساء الحب. عايز الفيوم اللي عاش طول عمره في الجامعه نجم المظاهرات والمواقف السياسيه يترمي في قطر يا بيع رسائل حب. رسائل حب، رسائل حب. ابويا وامي راحوا المحطه عشان يستقبلوني. ليه؟ رجع بكاس العالم؟ اتهبل يابا، مين قال لك تكلمهم؟ وحشوني قهوه صلاه. هو ما يشيل الطين لما يشوفوك بحالك المجندل ده، بلبسك الاخبر وتعبان ومفيش في جيبك ولا مليم. ما انت السبب، قعدت تقول لي سفريه ليبيا ودينار بجنيه ونص لغايه ما خليتنا بيع الجراتين اللي حلفنا منك لله. كنت بتردع اياه بقوله عليك. مالي كمان اتسالك مني 5000 جنيه؟ مش هجيبوا كرتين دول؟ خلاص يا صلاح. لا ما خلاص. ما مش انت مكلمني في حركه كل شويه تسبب انت ازاي؟ ما قلت لك خلاص يا صلاح، انا بفضفض معاك يا اخي، نفوخ هيطق منك. دي فانك شايلني في مرض ده. ما تقولش كده يا عز. احنا مالناش غير بعضين، وبعدين احنا اللي هو رميلة جلاليه، مالها جلاليه؟ وجرينا عشان نلبس قميص وبنطلون. كلكم بص لب الصغير اللي هيقطع جناب ايديكم تاني. والله هيكون اجلع في قلبك جد والله. جبت المشروع الناس هتفرج الناس على السلم بتاعي. الناس ياض بتعيط لي. نفسي القدر ما يوصلش يا صلاح. خايف اشوف امي وابوي. اقول لهم ايه؟ اقول لهم بقالي سنتين ما لقيتش شغلانه يا دوب كنت باكل واشرب، ولا اقول لهم يعني اتسرقت؟ ايوه كلهم اتسرقت. سرقونا يا عيني، سرقوا كل حاجه، سرقوا فلوس، سرقوا سنين اللي راح، مش دي الحقيقه. ايوه هو ده اللي حصل. انا ابنيش غير كلتي اللي تهرت من كتر الجرس. انت عارف انا ايه اللي مصبرني؟ يا ابويا النظر ضاع. أمي من كتر القرف اللي شافته في حياتها ما عادش يفرق معاها حاجة. هما يومين وهيفوتوا الدنيا. يا عالم احنا هنكمل حياتك ايه؟ شاي، ايه الشاي؟
يا دي يا ستك الغوله، استغفر الله العظيم يا رب. شيل رجلك هلا يا باشا. حاضر حاضر. ونام عدل. ما تنام عدل يالا، احلى سلف يسام مصر العربيه كلها. وانت خمس دقايق بحالهم عشان تجيب كوبايتين شاي بروح امك. ليه الغلط في الام بس يا حضره السول؟ يا هتلاقي منك ولا من الولد؟ مش عاجبك ولا ايه يا باشا؟ وانا طول اتشتم من الحكومه. يا ليله بيضه، ده الحكومه دي انا لحم اكتفي من خيرها، ده اللي مربياني يا باشا. تربيه وسخه. بتقول ايه يا ولد؟ احلى كوبايه شاي يا ابني. ما 100 مره قلت لك بلاش كوبايات البلاستيك المصننه دي. ليك كوبايه شاي في العياط، كوبايتين في العياط. كابتن من بتوع المج ولا ايه؟ لا يا سيدي، كابتن بيبوس في الشارع، جاي من السويد، امريكاني. بختك يا جدع. بشبوشي يا ولد، مش تحاسب مره بقى عشان الحسد؟ لا يا تقيل. تقيل في الشاكل برضك يا حضره السول، والخفيف منه ماسك شاي. في كوبايات هنا؟ ما ترد يا ابني. لا دي امي. امك؟ ومش عاوز ترد عليها ليه؟ تقعد تعيط بقى وتعمل لنا فيلم. ما هو انت اللي دبست نفسك في النيله دي. حد يبوس مره في الشارع؟ كان فين امها ولا ابوها دي؟ تهرب لك ايه؟ مراتك؟ خطيبتك؟ لا صاحبتي. بلاش قله ادب بقى، صاحبتي. لو كانت في بلادها كانت قدرت تعمل كده؟ اي حد يقدر يعمل كده في بلدها. انت كمان تقدر تعمل كده في بلدك. يا راجل ابقى ماشي في الشارع وابوس عادي؟ لا ايوه ما علينا، يعني عادي اشوف واحده في الشارع اروح بايسها؟ لا يا عمي، يا عمي عيب يا عمي، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى يجوا من بره يطنقوا علينا ويقول لك ممكن تبوس واحده في الشارع. بذمتك انت ينفع واحد يبوس واحده في الشارع؟ يا ريت. اهو انا مش عارف انت ايه اللي مضايقك يا ولاد الكلب. جزباله جزباله يا امريكان. انا قاعد مع مين؟ ده بتشرب سامحون؟ يعني ايه اللي ما تضايقش؟ هو اللي ما تضايقش اشوف واحده بتتبس قدامي انا قاعد في الشارع كده وما تضايقش؟ يا زباله مش بني ادم انا، حيوان قاعد في وسطيكوا ما عنديش مشاعر وبتتأذى. ليك ثلاث كوبايات في العياط، واقسم بالله العظيم انا محاسبك على ولا واحده فيهم. استغفر الله العظيم يا عم. عالم عندهم حريه وفي حالهم. ما حدش دعوه بالتاني. ما انتوا عايزينها ميغة تموتوا في اللغواصه، تموتوا في يا امريكان يا ولد الكلب، يا امريكان يا ولد الكلب. رد اخويا، رد اخويا على امك وشوف رايها ايه في موضوع البوس دون. الو ايه ماما؟ انا جايبه لك اكل معايا يا دناي، زمانهم مجوعينك. عامله لك المكرونه اللي انت بتحبها. الاكل فين يا معاذ؟ في العربيه يا اخويا. ايوه كنت عايز اجيب لك اكبر محامي في البلد بس طلع مشغول. ادوني واحد كده اسمه الاستاذ شكري. قولي له ما يجيلكش نقف معاك واقف في الرجاله. طيب يا حبيبي يا ماما خلاص بقى. طيب طب انا هستناك على المحطه، مش هتحرك ابدا. مع السلامه يا عيني. لحظه اقول له حاجه يا معاذ. طيب يا اخويا طب الصوت عايز يكلمك اهو. طيب اهو استاذ عادل. اقول لك ايه يا مامزه، يعني وانت بص ست هاني خواجاي كنتوا قاعدين في عجلات عربيه من قدام ولا على كنبه من ورا واخدين حياتكم على الاخر؟ طبعا ده هيغرب القضيه 180 درجه. الله يبارك يا راجل وخواك. كله منك انتوا عيالي، منكم لله. اهو عايزه تجيلك اهو وهيساعدك ويشيل عنك، مالكش حجه. لا انا مش عايز منه حاجه، هو بس يشوف نفسه صبت الخوت البنات وانا عايشهم. لا تفتكر يا بهنسي الولد يعني شايل قديه، حوش كام يعني؟ قال له 100 120 بقى، دول سنتين يا ولي. يا رب ده احنا نبدأ حجري بحال. لا بقول لك ايه؟ اللي نتفق عليه انا وانت هو اللي هيكون، ما تقعدوش تزن في ودانه بقى، ها؟ فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا اخويا فاهمه. من طعميه الله لا يسيئك. احنا نقول له اشتري الجراد بتاع محروس اللي عايز يبيعه. وانت فيك حيل تزرع ولا تجلع؟ ادينا جرنين فلفل بس من الحامل. خد شكري. الواد عايز يعمل له مشروع، ربنا يبارك له فيه. مشروع ايه؟ الارض يا رحيم. طب انا من يوم ما بعت حته الارض اللي حالتني حاسس ان انا ماشي عريان مرض. لا ما ينفعش. وضهري نجح عليا غير من يوم ما رميت الفسخ وقعدت لا شغل ولا مشغله. يا راجل. جينا بنشتري الفلفل يا نعيم بعد ما كنا بنزرعه. حلم الغلابة هبابة ولقمة عيش وضلاية سحابة نموت في اليوم 200 مرة نعيشها حلوة أو مرة نشوف بكرة من امبارح ويصبح حلمنا ذكرى. فاكر الاغنيه دي عملت ايه في مزارات الجامعه يا مرعم؟ حركت المزاره لحد باب مكتب العميد يا ابن اللذين.
الظاهر يا منعم ان احنا اللي ماشيين غلط مضايقينها قوي. الناس كلها ماشيه شمال واحنا مصرين نمشي يمين. قال يعني بس احنا اللي بنفهم في المشاعر وفي الاحاسيس. عارف ايه اغنيه واحده بس تضرب ولا يغنيها حد معروف؟ نركب ونكسر مصر والفلوس تجري في ايدينا زي الرز. لا يا عم انا ما بفكرش في الفلوس زيك، انا كل هم ان كلامي يوصل للناس. ان شاء الله هيوصل، ما تخافش والله. فاكر الاغنيه دي عملك؟ اسمع كده. يوه يا فريد، قلت لك انا في المحطه بجيب حاجات لابويا، انجز بقى. الكارت هيخلص. سلام سلام. عايزه تدبي مشوار 20 كيلو عشان اشوفه؟ يمكن معهوش فلوس يا بنت. يمكن بقى هو كده مش صريح طول عمره. هتعملي ايه امال؟ ولا حاجه، ابويا قدامه ساعه ويجي، لو جه ما رجعنيش هيبقى يوم اسود. روحي انت بسرعه وتعالي، لو اتاخرتي هدي له انا الشنطه واقول له ان بنتي منى خافت تتاخر على المدرسه. صايعه يا بنت طول عمرك. اوعي ودي عليا كده ولا كده تمشي معاه وتنسابوه. انا عارفاك. فين يا حسره؟ ما انت يا اختي شايفه المحطه كلها ناشفه، لما فيها حاجه واحده بس تفتح النفس. ايه يا فريد؟ استني يا بنت، احنا فين يا نالا؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الشرقانه. يخرب بيتك ليه؟ عامل بنت مشتاقه عايزه تشوفني بعد البلاغ. ولا كبرت يا صايع وبقيت تقول عن السرقه بلاغ. خليها يا اخويا تجي لك تحت الكوبري، هو برضه حته مقفوله تعرف تدحر فيها. دحر فيها؟ اخرس. الو يا بنت، بقول لك يا منى، يا منى قريت فيها رصيدها خلص، هات العده بتاعتك عشان الغيها. اهي طلع سنترال اهلك. انا ما تروح لها ارخص. يلا يا عم فلفل، ورانا مصلحه عايزين نهديها. إيه؟ يلا حبيبي انك ليه. يلا يا اخويا يلا. انت قاعد كده ليه؟ خلاص؟ لا لسه. يلا يا نازل اشتغل معاهم. ده حول الله. يلا يا دكر منك ليه؟ قدامنا كيلو هيتشال. يا دي الليله السودا، انت قاعد متسمر كده ليه؟ اصل دي اول مره. اصلا اول مره هي شرب سجاير. يلا حبيبي شيل معاهم. يلا بقول لك يا اسطى. نعم. انت قبل ما تليل علينا. انا خايف. خايف؟ يا ده انت اللي سخنت عليها تاكلها. انت هطل خايف مين؟ يلا حبيبي شيل معاه، ما تخافش من حاجه ابدا. يلا حبيبي. لا اله الا الله. بقول لك ايه يا فلفل، احنا مش بتوع حب يا جواز ايه ونيله ايه. طب جرب كده خلص معاه في الحنايه. ده اللي عاوزاه اي بيت. ما يجيبك يا قرد الا الموز. قرد ايه يالا؟ لا ده انا ما بدورش على قرد، عايز موز. انا عايز احب، احب واتحب. ايه مش مكتوب لي احب؟ يا دي الحب ده للطلبه اللي ما عندهمش اخوان يعيشوا فيه. اصحى احنا على باب الله. يا عم انا عبيط، عبيط وبحبها. تحبي مين يا دي بنت لسه شايفه جسمها قريب في المرايه. صبري ناهيه. ماشي، واديك بتظبط مستقبلك عشانها. اهو برضو تبدا حياتك معاها في الحرام. حبيبة قلبي انت فين؟ سميرة؟ سميرة مين يا مرة؟ انت ضربة برشام؟ انا صبري الميكانيكي. اديتك الحاجات ما بتفهميش؟ ساعة كده وكلميني. يا اختي بطلي رغي بقى. طب يلا. طيب. حاضر. هسلم لك على مسعود. يلا قفلي بقى يا روح امي. مع السلامة. نسوان فاضية يا اخويا. بقول لك ايه؟ ما تقوم كده تاخد لك لفه كده وتشوف لك حاجه تعملها. ما تفوق يا راجل وتقوم. ما انت ما بتسمعش كلامي. لو كنت ضربت طبق الفل وشويه الجرجير كان زمانك مشعشع. مالك؟ شايل طاجن ستك ليه؟ مفيش حاجه. تلاقي عيالك اكلين دماغك عشان المصاريف، واكيد طبعا امهم عماله تهري وتنقد في نفسها. فاكراني يا اخويا قاعده في البرج. تيجي تشوف يا اخويا، تشوف الخيبه اللي انا فيها وتاخدك وتمشي بلا قرف. سيبيها في حالها، هي قادره تتحرك. الروماتيزم موتها، حرام عليكي. لا يا اخويا، ما هي زي القرده، لسه شايفاها بك النهار في السوق. كانت، ربنا يشفيها. ايوه يا اخويا، ادعي يا اخويا، ادعي لها، ادعي لها. الا ما شفتك مره بتدعي لي يا راجل. طبعا، ما هي القديمه تحلى. انت عايزه تقولي ايه؟ هتخليك في حالك. شوف يا اخويا الراجل عايز يكتمني ازاي. ما تقوم يا اخويا تتهوى وتخلصني من قرفك، بدل ما انت قاعد لي على الواحده كده. دي حاجه تقرف. لا انت النهارده فيك حاجه مش مظبوطه، مش مريحني. ياسمين بنت جالها عريس. كفاره يا الف بركه. قال يعني اللي متجوزين مرتاحين قوي ومبسوطين بلا وكسه. انت يا اخويا شايل الطين ليه فوق دماغك؟ ما تفرح يا اخويا ببنتك، اهو هم ونزاح.
وقعد في حاجه تفرح. البت ما حلتهاش غير الهدمه اللي على جتتها. ياما قلت لامها تشيلي لها حاجه لما تكبر. راح حصل. والنبي لا زغرت لها، دي بنت طيبه وغلبانه زيي. انت زغرت وانا هحط الطين على دماغي. يا اخويا ربنا يعدلها. بقول لك ايه، هو انتوا اتفقتوا على حاجه؟ اتفقنا احنا هنجيب اوضه والمطبخ، وهو ربنا يكرمه جاب الشقه. ولو اني مش عارف يا صفية هنجيب المطبخ منين والاوضه منين. يا اخويا ما تشيلش هم، ربك يسهلها. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب لنا بطيخه حلوه كده وانت جاي. بس اوعى يا اخويا الفكهان يضحك عليك زي كل مره ويديها لك قرعه. بلا وكسة البخت مايل حتى في البطيخ. عمري راح في البص على الفلنكات ليل نهار عشان 400 ملطوش مش عايزين يتهزوا. اعمل ايه؟ اهدم على معاش مبكر ولا اعمل ايه؟ دول حتى لغوا فلوس الاجازات، والعريس كمان مستعجل بروح امه. اقول له ياجل الدخله شويه؟ لا، لازم يتدبس ويدخل بسرعه. ما يعرفش ان البيت زي امها، لو اتعشرت شويه محدش هيطيقها. عيني عليك يا بنتي. فيها من عندك يا رب يا رب. اخلع فلفل انت والقلب بسرعه، الشاكوش بيمر، خليك على السكه من بره. انت هترغي يا ابن الورمه؟ يلا يا صبري، قلت لك بلاش لغط الاستوات دي. خلاص يا عم هننطر. يلا سلام. يلا يا جدعان حملوا القرابين والحديد وغطوا الحاجه. يلا خلوها غور من هنا في لعبه. لا باشا، انت في ايه؟ مالك يا في ايه؟ يخرب بيتك، بس قلت لك شويه الغفير بيمر. يلا نمشي نمشي من هنا يا استاذ قبل ما حد يشوف. نمشي من هنا قبل ما حد يشوف. مالك يالا؟ مالك في ايه؟ بتسيح لنا ليه؟ بتسيح ليه؟ تعبان يا استاذ. بلاش، انا مشيني ومش هقول لحد. انا عايز اروح. عايز تروح؟ اه. هو انا واخدك متشف؟ انت جاي لنا من انهي مصيبه يا اخي؟ قالوا لي هيدوك 50 جنيه. مش عاوزهم، انا مش عاوزهم. انا ما بقتش حمل بهدله ونفخ وحاجات. مش عايز تنفخ؟ تعال تعال بس، تعال طلعت عيني. اقعد هنا ومالكش دعوه بحاجه. يلا، ولو حصل حاجه سيبنا واجري برقبتي. يلا يا رجاله. بامانه بامانه. يلا يا جدعان يلا. الله يخرب بيتكم، بوظتوا البلد يا عربجية. احمر تلاقي امك جابها لك. يلا. What did you say؟ عيال عربجية. عرب فاهمها ازاي دي؟ سيبك من اللي بقوله. تسمعي اف ام ولا راديو؟ Let's go to محاطة. ها؟ محاطة. بتكلمي عربي يا بت؟ تعملي فيها اجنبيه يا بت؟ شكلك بتاعت محطات. يا حبيبي يا عسل. هاي عادل. Hey honey. What's up? Huh? You left the hotel? I told you to stay till my mom comes picks you up. Huh? Hey, hey, stop yelling. There's no need to be angry right now. بتبوسها قدامي؟ ده انت واد قليل ادب، ما حرمتش؟ انا مش فاهم يعني، حتى البوسه دي كمان مضايقاك؟ لا اسمح لي بقى، ده مرض. اخرس. هو ايه مرض؟ اقسم بالله العظيم لو التليفون ده رن تاني هاخضر بيه بره وانا اقرب. الاحترام والادب بقى ومرض. هات التليفون ده. سويري. هات. يا اخويا خلص. الو. هاي. الو. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ده صوتها ده؟ اه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هتكلمها تاني؟ He's totally nuts. I'll call you later. Bye. ايوه ايوه. باي باي. ولا محطة. اتفضلي يا عسل. قشطة. 20 باون بالصلاة على النبي. دولارز. I'm in the terminal. Where are you? يا استاذ تهاني، قضيه سهل عين. كلها بوس بوس يعني. احنا ما دخلنا معاك.
اتفضل هيدو يسير اتفضل. تايهين ضايعين مش لاقين المرسى، عايشين خايفين طب امتى بقى نرسى. لو متضايقين نمشي احنا، يعني بس قلنا نسمع شوية غنى وكده. لا عادي والله انتوا منورين. انت اللي بتكتب الكلام ده صح؟ انت يا بنت منى مش كنت بتكتبي اغاني زمان؟ اه والله ده انا بكتب كلام حلو قوي، بس ابويا ظبط الكراسه لا فيها بقى كلمه بحبك، راح مقطعها ومقطعني انا كمان. لا قول لي يا اخويا، والبتاع ده بيغني عمرو دياب وكده؟ بيغني عمرو دياب وام كلثوم وعبد الحليم. انا بحب عمرو دياب قوي، سمعني حاجه لعمورة والنبي. بعدين بقى امي بنتي عايزه تروحي الكابينيه. ما تروحي لوحدك يا بنتي، مزنوقه يا بنتي يعني حبك دلوقتي. سؤال اخر بس يا استاذ عادل معلش، وانت بوس ست هريم الخواجاي استجابت معاك يعني ولا اتمنعت؟ اضربك في القضيه 180 درجه. I can't understand why you came here. All what happened to Adel is because of you and you know that. It's not my fault that your country is still living in the dark ages. بتقول ايه الوليه دي؟ استني يا ماما. Actually my country is not living in dark ages, but we are respectable and polite people. That's why we don't kiss men in the streets. We can kiss men in the streets because we are clean and simple and we have nothing to hide and you have so many things to hide here. من صلى على النبي عليه. It's okay. But I hope you live Adel to his life. I think it's Adel's decision, not yours. يا اخي فهمني بتقول ايه؟ والله يا حاج زي انا ضعيف جدا في الانجليزي بس 50-50 يعني. 50-50 ما بتعرفش انجليزي امال محامي ازاي؟ انت حاسب على كلامك عيال، دراسة القرية عندنا فرنساوي مش انجليزي. خلاص يا اخوي فهميني بقى، كانت بتقول لك ايه؟ مفيش يا ماما، بقول لها تسيب عادل يرجع لحياته بقى. اركنيها على جنب دي منيلة، المهم كانت بتتخانق معاكي تقول لك ايه؟ الهلم مش عاجبها حال البلد. والله عندها حق يا اختي، هي البلد يعني عاجبه مين؟ قول لي يا اخويا اطلبه على التليفون عشان نعرف هو فين، ولا انت كمان ما تعرفش عربي؟ الله يحفظك يا حاجه، والله العظيم هو في حد له كيفه في العربي ولا يعرف فيه؟ ده انا جاي في الصعب. فضل يا حاجه. لو امك رد عليها، انما لو البت المسهوكه الثانيه دي ما تردش عليها خالص، مفهوم ولا لا؟ لا ده المحامي. يا عم والله انا شايف ما فيش اي لازمه الموضوع المحامي ده، كل الموضوع ان انا هاخدك هنكشف عليك في الاسم وهتروح تاني. وبعدين معلش لا مؤاخذه يعني انت اللي دبست نفسك، حد قال لك تعترف؟ اعترف؟ انت ليه محسسني ان انا قاتلها مثلا؟ يا عم وكيل النيابه بيسالك جوزتها ولا لا؟ اقول له لا، الانكار هيفيدك. طب وانا اكذب ليه اساسا يعني؟ يا ابني خد مني انا خبره 40 سنه في موضوع الاحكام دون، الانبياء والملائكه بس هم اللي ما بيكذبوش، انما احنا البشر ممكن نكذب عادي. عندك حق. انا اللي بقالي كتير بره. نسيت الروتين والكذب. بقول لك يا استاذ عادل، هو انت ما تفكرش كده يعني تتجوز بنت مصريه تلمك وترجعك بلدك؟ لا والله بفكر يا حضره الصور. والله العظيم احلف بالله. لا والله بذمه اهلك انت بتفكر تتجوز واحده مصريه؟ والنعمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، مكتوب لك يا سلوى. يا فرج الله، صدق بالله انت عروستك عندي. شوف بقى يا استاذ عادل انا اقول لك على حاجه. اقسم بالله العظيم انا من اول ما شفتك قلت انا قلبي انفتح لك، وحاسس كده وانا بكلبشك ان احنا هنفضل متكلبشين مع بعض على طول، يعني هيحصل ما بيني وما بينك قرايب نسايب، تاخد من عندنا اخد انا من عندك بس مش من امريكا. والله العظيم انا هتنزاح يا سلوى. سلوى مين؟ لا ما لا ما زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوى. الله 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 الله، ايوه زغرته زغرتي يا عم سلحان. بسم الله لقيته يا اخويا. يا حاجه دورت على عبده ده في القطر كله ما لقيتوش، انت متاكده انه ركب القطر؟ والنبي انا عارفه، هو قطع لي التذكره واداني الورقه دي وقال لي لو تهنا من بعضينا ابديها لاي حد يقراها وهو هيروحك وما شفتوش تاني. اشوف الورقه كده. بيقول لك يا حاجه اي حد يلاقي الست دي يوديه. يوديني فين؟ وديها البيت. البيت يا حاجة. يا حسرة واحنا لينا بيت. انت متأكدة يا أمي إنه ابنك اللي كتب الورقة دي؟ أيوه هو حبيبي اللي كاتبها. هو شغال إيه؟ هو على باب الله. بيمسح السلالم ولا مؤاخذة بياخد الزبالة من الشقة وربنا بيرزقه. وكنا قاعدين في مطرح مرتاحين، جه صاحب البيت طردنا عشان الأجرة المكسورة. جات له شغلانه في بني سويف، قال لي يا امي
تعالي معايا وربي هنا ربي هناك. قلت له حاضر يا اخوي. الوقت يظهر والنبي الوقت يظهر ويروح فين يعني. اكلت يا ام؟ من صباحية ربنا ما حطيتش حاجة في بطني. طب انا اجيب لك حاجة تفطري. لا 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 معلش، اصل انا كنت هاكل مع الواد بس الوقت نفسي اتسدد بقى. سيق عليك النبي يا اخويا، ودينا العنوان اللي هو كاتبه ده. الواد غلبان ملوش حد في الدنيا غيري. ان شاء الله يا حاج، ما تتحركيش انا هرجع لك. عبد العزيز، انا عمري ما هتكبر عليك، بس ده مستقبلي وحلم حياتي يا عبد العزيز. ليه بس عاوز تحرمني مني؟ انا لازم اسافر. هتسافر مع راجل غريب كيف يعني؟ ها؟ ما فهمهاش انا الحكايه دي. او تقعدي معاه كمان في لوكاندا واحده، ما دخلهاش راس الحكايه دي. ايه؟ ايه يا مرات ايه؟ بس قدامك. ها؟ انت ما واثقش فيه؟ انا ما واثقش في الدنيا بحالها. شوف يا سناء، يا انا يا المنحه دي. بس دول ست شهور بس يا ودعاء. وهي ست شهور قليلة يا سناء. أقول لك على حاجة يا سناء، عليها الطلاق بالتلاتة. لو سافرت المنحة دي لك كوري طالي. وكمان بتحلف عليا بالطلاق؟ بطل عادة التخلف بتاعك ده. اقعدي اقعدي. وأنا مهم لكم مش قاعد أنا كمان. Okay.